أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج سر الغنى، والتي نقدمها لكم عبر هذه السلسلة عبر قناة الشروق. في آخر الحلقات اليوم نفتح الباب أمام فكرة التنوع في الإيقاعات وإيقاع السيرة بالتحديد، وربما كان التراث هو المدخل إلى هذه الحلقات، وكان هو أيضا بوابة الخروج. بدأنا مع خليل فرح وحاولنا أن نتناول مجموعة من الأعمال الكبيرة التي ورثها هذا الرجل لأهل السودان، لتكون هي أيقونات يلتف حولها الجميع من أهل الموسيقى ومن أهل الطرب ومن كل الأطياف أيضا التي استمعت لخليل فرح. وها نحن مرة أخرى نعود إلى الإيقاع، وبداية الأغنية دائما هي متصلة بالإيقاع، وهو الذي يحفظ الإطار الزماني للأشكال الموسيقية أو الأزمات الموسيقية أو اللحن عموما لكل أغنية وكل مقطوعة موسيقية أو ما شابه ذلك في عالم الموسيقى. ضيف هذه الحلقة هو الأستاذ الباحث حامد بخيل. أبعث بمجموعة من الأسئلة والمحاور المتعلقة بتنوع الإيقاع وثراء الإيقاعات الموجودة في السودان وإيقاع السيرة نموذج لنحاول أن نطوف به على مختلف المناطق في السودان. نبدأ بهذا الإيقاع الحديث عن استخداماته. متى لفت نظرك أنت في البداية؟ لماذا يمتلك هذا الإيقاع إيقاع السيرة سحر غريب وقوي في تحريك الجميع لتمايل معه طربا بشكل مختلف من مكان إلى آخر؟ بسم الله، السلام عليكم. سعيد للمرة الثانية أطل عليه مشاهد قناة الشروق، ومصدر سعادتي أنه في كل اللحظات اللي أنا أطليت فيها عبر القناة أطليت في جوانب بنتمي لها بحب. الإيقاعات لما نتكلم عنها بنلقى روحنا قدام ورطة كبيرة جدا، ورطة مسمع غنائي كامل. ورطة هذا المسمع بالضرورة في إنتاجه لم يكن مجرد حالة تغني، بل هو إلى حد كبير علامة معرفية بتنقل ثقافات لشعوب مختلفة، لقوميات مختلفة، لقبائل مختلفة، لجغرافيات مختلفة. بمقدار ما هو فيه درجة من الاختلاف بيظل هو نفس الموحد بين شعب السودان. لو التفتنا لإيقاع السيرة بالتحديد بنلقى أنه هذا الإيقاع بيوحد السودان من أقصى غربه لأقصى شرقه، على اعتبار أنه هو إيقاع مربوط بشكل كبير جدا بالتأثير المكاني، تأثير الجغرافيا. صحيح أنه هو ممكن يكون هو إلى حد كبير اشتهر كإيقاع غنائي، ولكن لو التفتنا للإيقاع بنلقى أنه إلى حد كبير هو مربوط بحركة البيئة وحركة الحياة. هو نفس الإيقاع لو وجدناه في غرب السودان عند الأبالة موجودين في الغرب، هو نفس الإيقاع الموجود عند نفس الأبالة في شرق السودان، مما يؤكد حالة أنه هذا الإيقاع مرتبط بالحركة، وإيقاع حركي أكثر من أنه إيقاع صوتي. لأنه حتى الملاحظ بلاحظ أنه الإيقاع يقارب أن يشابه أو يماثل حركة الإبل في مسيرة، قد تختلف درجاته، قد تختلف سرعاته حسب الطبيعة وحسب البيئة. ولو لاحظنا أيضا بنلقى أنه هذا الإيقاع في شرق السودان يتسارع أكثر مما هو في غرب السودان، على اعتبار المنطقة الجبلية في شرق السودان واللي تفرض حالة من السرعة تختلف عن المناطق الرملية في غرب السودان واللي بتفرض حالة من التؤدة وصعوبة السير، لكن يظل الإيقاع هو ذات الإيقاع. نعم. طيب، يعني أنا في حاجة بتستوقفني برضو في كلامك ده. أنا أعرف تماما أنه في شرق السودان في مجموعة من الإيقاعات السيرة، عندنا مفروز براوف، عندنا إيقاع تاني اسمه كاميرير اللي هو مشية الجمل،
وده يمكن متثاقل أكثر من السيرة، والسيرة عندنا دائما برتم سريع يعني. بعض الأغنيات القديمة بنلقاها بإيقاع بطيء برضو، لأنه يمكن ثقافة البجة ما أخذوها بس من سلسلة جبال البحر الأحمر، لكن بعضهم موجود في السهول إلى أماكن قريبة من من نهر النيل، من البطانة ومن غيرها من الأماكن ممكن تكون رملية. لا أريد أن أفوت الفرصة أمام كل متابعينا للتعرف على هذا الإيقاع بألوانه وبأشكاله، وهم بيركزوا معنا مسألة الإيقاع في هذه الحلقة بمجموعة من الأغنيات. يمكن اخترنا نستمع لعمر جعفر، أحمد البنا، سيد عوض في هذه الحلقة لتقديم النماذج المتعلقة بإيقاع السيرة. لذلك نبدأ بأحمد البنا العديل والزين، يعني من كلمات التراثية والقدمة، بعدين محمد الطيب بشكل جميل ومميز. نستمع له ونواصل حديثنا معك أستاذ حامد. بعد الوزن ونا يا ليل فالن حسن وحسين شد ليل، يا بعد الوزن ونا يا ليل فالن حسن والحسين فرق وشد ليل. بعد الوزن ونا يا ليل فالن حسن وحسين ورق وشد ليل. بعد الوزن ونا يا ليل فالن حسن والحسين فرق وشد ليل. شدوا للغر أدور البدر، شدوا للغر أنا يا دور البدر، يا ود النقر أنا منا يا ليل أدود النتر هنا منا يا ليل. عديل وزين أنا منا يا ليل أدوال الحسن والحسين وشدوا ليل. شدوا للمتنادنا على أسد العاليا، شدوا للمتنادنا على أسد العاليا، يا رب العبادنا منايا ليل تمال المراد هنا منايا ليل. العديل وزيننا منايا ليل مثال الحسن وحسين شدوا للشلواحنا ضربوا للسلاح، أي شدوا للشلواحنا ضربوا للسلاح، نهموا للصباح منا يا ليل ارجلعين لاحنا منا يا ليل. عدي وزيننا منا يا ليل ايهان الحسن اشد للغر اطول البدر، اود النقر انا منايا ليل ادود النثر هنا منايا ليل. عديل وزين منايا ليل شدوا للشلواحنا ضربوا للسلاح، يا ليل شدوا للشلواح ضربوا للسلاح، نهموا للصباح منا يا ليل ارجلعين لاحنا منا يا ليل. عديل وزيننا منا يا ليل مال الحسن والحسين فرقوا شدوا ليل.
هلا عادل وزال منى يا ليل فعلا حسن وحسين شافوا ليل يا هلا عادل وزال منى يا ليل فعلا حسن وحسين شافوا ليل يا عادل وزال منى يا ليل هلا عادل وزال منى يا ليل فال حسن وحسين شدوا ليل. اهلا مجددا كل متابعين تواصل معكم في هذا الحديث وهذه الحلقه عبر سير الغنى عن إيقاع سيرة وهذا التنوع الكبير الموجود عبر هذا الإيقاع في أماكن مختلفة من السودان. طيب إذا سألتك أستاذ حامد عن أبرز الأعمال الغنائية اللي استوقفك في إيقاع سيرة وجعلك تنتبه لهذه الأعمال الغنائية من خلال بحثك ومن خلال استماع الكثير لأعمال أغنيات التراث في السودان ككل، هي الذاكرة السودانية الجمعية لا يمكن أن تغفل أبداً رائعة عائشة الفلاتية طلعت القمرة كأنموذج فريد جداً في أغنيات السيرة. ويمكن لحد كبير السيرة ارتبطت بالتراث أغنيات السيرة، لعل الإنتاج الحديث في السيرة قليل لدرجة أنه يكاد يكون لا يذكر أبداً، لكن على مر التاريخ أغنية السيرة هي أغنية مربوطة بالتراث، وربطها بالتراث بالضرورة بيقودنا طوالي لمفاهيم، بيقودنا لدلالات اجتماعية. يعني أغنية السيرة في تاريخ الطويل لم تكن مجرد أغنية بتقدمها الفتيات في الحفل أو المغنين في حفل لمجرد التغني أو إنتاج حالة من الطرب، لكن السيرة كانت بتاخد دلالتها معها، دلالتها الاجتماعية وأعرافها وآداب المجتمع كانت بتنتج دائماً من أغنيات السيرة. فلو انتبهنا لأي نموذج في أغنية السيرة بنلقى أن هنالك قوانين اجتماعية بتضع الأغنيات، بنقرأ أو بنلتفت لها من خلال المفردات الواردة داخل أغنية السيرة، واللي هي دائماً بتكون رسالة مجتمعية واضحة بتحط دائماً عليه فضائل، وبالضرورة بتنبذ علامات سيئة في المجتمع. نعم، برضو كان في استخدامات متعلقة بالتحفيز على الذود، على القبيلة، على الأرض، على العرض، أيضا إشارة للكرم والجود والحياة، دي كلها في معظم أعمال السيرة. نادرا زمان ما نسمع لنا أغنية سيرة تحتوي على مفردات عاطفية، لأن الناس عندها يعني إحساس إنه ممكن يقع السيرة ده ما يستوعب أي أغنية مفردات عاطفية في تقديرك؟ هو مش الناس عندها إحساس ما بيستوعب المفردات العاطفية، ولكن أصل الإيقاع نشأ عبر الحكامات. لا. ورسالة الحكامات منذ أقدم تاريخهم حتى اللحظة الحاضرة هي رسالة دائما مربوطة بإنتاج مفاهيم مجتمعية، بإنتاج تغيير اجتماعي. هم حمل التغيير. لا. فهمهم للتغيير قد يختلف عن فهم الحداثة اليوم، ولكن هم في النهاية بيتكلموا عن فضائل الأخلاق، بيتكلموا عن مكارم أخلاق، بيتكلموا عن مسائل ملفوظة أو مرفوضة اجتماعيا، وبالتالي باستمرار بيحاولوا ينفروا منها من خلال إنتاج أغنياتهم. ولأن السيرة ارتبطت تاريخيا بغنى البنات، وغنى البنات هو في تاريخ ما من تواريخ وهو كان إنتاج الحكامات، فبالضرورة كان لازم تكون أغنية السيرة هي الحامل للمفاهيم الاجتماعية، هي الحامل لما يحص على الكرم، على الشجاعة، على الإقدام، على الذود، عن الوطن، عن غيره. لكن ده ما بيعني إنها هي لا يمكن أن تستوعب العاطفة، وما بيعني بالضرورة إنها هي أغنية جافة أو ناشفة ما بتتحمل الجمال. طيب خالفاتنا نموذج حنستمع له من خلال جلستنا دي عبر سير الغنى، حيقدمه لنا فنان عمر جعفر. مرحبا عمر.
نملي خالفا ملاه بالليلة قلبي درج العاطفة يسلم لي خالفا لنا قلبي درج العطلة حبس الفجن قال فاطمة لهم بالليل قلبي درج العطلة أذكريك في اللجن سدر حبس الفجن قال فاطمة لهم بالليل قلبي درج العطلة هيا عشمك قبل الوجه جن أخويا مظلام الحجن قال فاطمة لهم بالليل قلبي درج العطلة اسلم لي خالفة طالب بالليل قلبي درج العطلة أذكرك في اللجن سدر حبس خالفة أطنى له بالليل في اللجج سدر حبس الفجج خالفة أطنى بالليل هي عشمك حبل الوجه جنقويا مظلام الحجج خالفة أطنى له بالليلنا قلبي درج العطلة اسلم لي خالفة طالب بالليل قلبي درج العطلة يا خريف الردوع عشقك مرس قال فاطمة يا خريف الردوع عشقك قمر سبوع قال فاطمة له فوق بيته يزيد الجوع يا قشاش الدموع قال فاطمة له درج العطلة خالفة طالب بالليل في درج العطلة يا خريف الردوع عمشك قمر السبوع خريف الردوع عمشك قمر السبوع قال فاطمة فوق بيته بسن بجوع يا قشاش الدموع قال فاطمة له بالليلنا قلبي درج العطلة تسلم لي Thank you.
يدرج العام. مرحبا مرة ثانية كل متابعينا ومشاهدينا على قناة الشروق عبر السر الغنى. نتواصل معكم عن إيقاع السيرة، حديث هذا المساء برفقة ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حامد بخيت، ولكن بعد فاصل قصير سنحاول أن نواصل هذا المشوار الذي نتحدث فيه عن إيقاع السيرة وهذا التنوع الكبير الذي حظي به السودان وأهل السودان. ابقوا معنا. مرحبا مرة أخرى كل متابعين، تواصل معكم في هذا الحديث عبر إيقاع السيرة في هذا المساء في برنامج سيرة الغنى على قناة الشروق. ضيف هذه الحلقة هو الأستاذ حامد بخيت. أستاذ مرحبا بك مرة ثانية، وقبل قليل تذكرت واحدة من المواقف اللي جمعتني بالأستاذ عوض بابكر وأستاذي، كان بيحكي لي عن إيقاع السيرة ومدى انتشار الإيقاع في السودان وكيف أن هذا الإيقاع يمكن أن يمثل فكرة للتواصل ما بين الجميع، يشكل إطار للوحدة الثقافية والمكون المعرفي لأهل السودان. كيف أن هذا الإيقاع صنع الكثير من الأحداث التاريخية عبر أغنيات قدمت بهذا الإيقاع، وكانت أسباب في أنه يصمد فرسان قبائل أمام هجوم أو غير ذلك. كشف لي عن واحدة من الجوانب المهمة. كنا نعتقد أن إيقاع السيرة هو إيقاع اختص به السودان فقط، لكن هو كشف لي أن هذا الإيقاع استمع إلى إيقاع مماثل له تماما في إقليم البنجاب في الهند خارج السودان. يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر، أن هذا الإيقاع جاء من خارج السودان في فترة سحيقة، أم أن هذا الإيقاع أم أن هذا الأمر هو عبارة عن توارد خواطر أو طناس موسيقي إنجاز التعبير، وأيضا تلاقي ما بين أفكار هؤلاء المطربين الذين جاءت مواهبهم بسيطة بهذه الإيقاعات بهذه الأشكال الموسيقية في السودان؟ كيف تقرأ هذه الزاوية؟ الكلام ده بيقودني لحوار قديم جدا تم ما بيني وبين الأستاذ الباحث الموسيقي دكتور فرح حمد، كان بيتكلم عن نفس العلامة وتكلم عن انه ذات الايقاع، ايقاع السيرة بشكله الحاضر في السودان هو ذات الايقاع استمع له في موسيقى الامازيق في شمال افريقيا. لو ركزنا شوية بنلقى انه الكلام اللي احنا بدينا به عن انه الايقاع له علاقة بالبيئة، له علاقة بالحركة. لو لاحظنا الخط، خط سير الإيقاع وهو الأكثر وجودا في شمال، في منطقة شمال السودان، على اعتبار أنها منطقة أقرب لسهول صحارى فيها حركة إبل، حركة وإيدة بسيطة سهلة. ما ننسى درب الأربعين الزمان، درب الأربعين بالضرورة، بالضرورة اللي عنده ارتباط بالمسألة دي، ده بيقودنا وبيمشي بينا لأقصى شمال أفريقيا، بنلقى نفس الحركة ونفس البيئة ونفس المكونات الجغرافية، وهي نفسها ممكن تقودنا لإقليم البنجاب في الهند. فبنلقى إنه الموحد البيئي بين الأقاليم دي هو الخل، إنه في تشابه إلى درجة كبيرة جدا ما بين الإيقاعات الموجودة هناك والإيقاعات الموجودة هنا. وده ما بيعني ابدا انه الايقاع انتقل من مكان الى مكان او في افضليه للاغاليم الثانيه على السودان او في افضليه للاغاليم الغير، يعني امننا على ذلك او امننا بذلك، ربما ده بيفتح الباب امام سؤال جديد: من كان الاول في تقديم هذا الايقاع، اهل السودان ام الاماكن التي تحدثنا عنها خارج السودان؟ ده بيحتاج لشواهد ودلالات وبحث طويل في محاولة إثبات هذا الأمر. إحنا عندنا أغنية نور خدك من الأعمال اللي برضو عرفت بها أغنيات السيرة، أو هي علامة جميلة جدا في إيقاع السيرة، نستمع لها مع سيد عوض وهو شاركنا في هذه الحلقة بصوته الجميل. مرحبا سيد. Thank you.
وحدي قلبي نوصر في عينيا يا بديع الزي وحدي قلبي نوصر في عينيا مليح الزي يا نور خدك المنوسر في عينيا يا مليح الزي يا نور خدك المنوسر في عينيا يا مليح الزي وغنيت بجر النم غنيت بجر النم فوق الجهل بترنم عيني يا مليح الزي ويوم شوفت انت فرق الهم يوم شوفت انت فرق الهم ولاقاتي ما بيندم عيني يا مليح الزي يا نور خدك المنوسر بعيني يا مليح الزي غنيت بجر النم غنيت بجر النم فوق الجهل بطر النم عيني يا مليح الزي ويوم شوفت انت فرق الهم يوم شوفت انت فرق الهم ولا قاتي ما بيندم عيني يا مليح الزي يا نور خدك المنوسر بعيني يا مليح الزي والرايك على طبعه الرايك على طبعه الأدب الجميل نبعه عيني يا مليح الزي ومن عيوني ما قنعه من عيوني ما قنعه ولا جل وانفرقه عيني يا مليح الزي يا نور خدك المنوسر في عيني يا مليح الزي والرايك على طبعه الرايك على طبعه الأدب الجميل نبعه عيني يا مليح الزي ومن عيوني ما قنعه من عيوني ما قنعه ولا دل دوام فرعه عيني يا مليح الزي يا نور خدك المنوسر في عيني يا مليح الزي يصاليني بين أراك يصاليني بين أراك قاطع عني أخبارك إلي يا مليح الزي قمر السبعتين جارك قمر السبعتين جارك ولكن حكف أنوارك إلي يا مليح الزي يا نور خدك المنوسر في عيني يا مليح الزي يا نور خدك المنوسر في عيني 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 يا مليح الزي شكرا سيد عوض. واستمعنا لنور خدك واحدة من الأعمال الغنائية
اللي اخترناه الليلة عبر إيقاع السيرة وضيفنا أستاذ حامد. نحن الآن في الختام، في كل حلقة لدينا أغنية جماعية نختتم بها هذا المشوار الغنائي. الليلة وين لوين علامة أخيرة في هذا المشوار الغنائي، ما الذي يخطر في بالك الآن ولم تقله في هذه الحلقة أو لم تتح الفرصة عبر هذه الدردشة للخروج به كمعلومة قد تفيد الآخرين؟ ما يلفت الانتباه أخيرا أنه الأغنية التراثية السودانية هي أكثر الأغنيات قدرة على استيعاب الغنى الجماعي. ده ما عفوي وما عرضي، وده بيقول طوالي، لأنه الموسيقى السودانية هي موسيقى جماعية أكثر من أنها موسيقى فرادة أو موسيقى فرادة. لذلك الإنتاج القديم في الموسيقى العفوية، نتكلم عن موسيقى عفوية، بعني موسيقى ما انتمت للمدارس ولا المناهج التعليمية الصارمة، بل كانت تصدر بإحساس الطبيعي للناس، هي موسيقى دائما موسيقى عندها قدرة على استيعاب الأداء الجماعي. وده يمكن بيقولنا طوالي لمسألة النفير والأغنيات المصاحبة للحصاد وكلات المواني، أغنيات العمل، هي الجماعية فيها هي السائد وهي الحاضر. ولذلك بنلقى أنه من السهولة بمكان أنه الأغنية التراثية تستوعب لنا الأداء الجماعي، ويصعب إنتاج هذا الأداء الجماعي في أي أغنية غيره. ودي أفتكر أنه مسألة مهمة جدا، ويا ريت لو الباحثين في مجال الموسيقى انتبهوا للعلامة دي واشتغلوا عليها. نعم، مشكورك كثير أستاذ حامد. نستمع لهذه الأغنية الأخيرة وهذه العلامة المضيئة في أغنيات السيرة، الليلة وين لوين، هي بشكل جماعي مقدمة من عمر جعفر وأحمد البنا وسيد عوض. الليلة وين لوين يا عيني أنا وعجوري قالوا العين يا عيني، في القهوة ما جلات يا غني له بيت عباس يا بل في القهوة ما جلات يا في القهوة ما جلات يا بل في الكورة ما قتل كاس يا عينينا الليلة غني له بتعموه يا من لا ترسموه، غني له بتعموه يا من لا ترسموه، غني له بتعموه على الدنيا وافهموه.
بغني له بيت عباس يا قال في القهوة ما جلاتها بغني له بيت عباس يا قال في القهوة ما جلاتها قال في القهوة ما جلاتها قال في الكورة ما خلقاتها بتغني له بيت عمور كتاب لنا ترسمه بتغني له بيت عمور كتاب لنا ترسمه كتاب لنا ترسمه على الدنيا ما بهمه شكي رفعاله غنيله بتخاله شكي رفعاله شكي رفعاله طبق الحلم شاله عينيا الليلة وين يا عيني أنا عجبوني قالوا العين يا عينينا الليلة وين يا عيني أنا عجبوني قالوا العين يا عينينا عجبوني قالوا العين يا عينينا عجبوني قالوا العين 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 الليلة وين وين يا عيني أنا وعيوني قالوا العين يا عيني شكرا جزيلا أحمد البنا سيد عوض وعمر جعفر ختام هذه الحلقة الليلة وين لوين أشكرك جزيل الشكر أستاذ حامد بخيت وأيضا توقيع أخير على أبواب الخروج من إيقاع السيرة في هذا المساء داير انتبه لعلامة مهمة جدا أنه شعب السودان ما يوحد أكثر مما يفرقه ويمكن انتبهنا للسيرة كعلامة صغيرة جدا بتلفتنا لموحدات افتكر هي كبيرة جدا فده بيقولنا لأنه ننتبه في لأنه مصدر جمالنا في تنوعنا ومصدر ثرائنا في تنوع ثقافاتنا وما يوحد بيناتنا أكثر مما يفرق بيناتنا لذلك ينبغي أنه ننتبه لموحداتنا ونترك ما يمكن أن يفرق ربما كان سر الغنى هو ما يبحث عنه
هذا الهدف أيضا ضمن مجموعة من الأهداف الكثيرة التي اتصلت بثقافتنا الغنائية والموسيقية في السودان، هو إيجاد القواسم المشتركة ما بين أهل السودان على المستوى الثقافي والفني وحتى على مستوى الحراك الاجتماعي ومستوى التواصل ما بين الأجيال المختلفة والأماكن المختلفة والقبائل الثقافات الأعراق عبر إيقاع السيرة، عبر إيقاعات مختلفة طرحناها عبر سر الغنى. أشكرك جزيل الشكر أستاذ حامد.